أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاوني البلاغ رقم 52 لسنة 2021 المتعلقة بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية حزيران المقبل. وتخصص الحكومة مبلغ 20 مليون دينار لتنفيذه، وتلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحمل ما نسبته 50% من المبلغ. البلاغ اشترط ألا تقل أجور العاملين في القطاع الخاص الخاضع للاقتطاع وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في شهر كانون الثاني من العام المقبل عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في العام الحالي. وللحديث أكثر حول البلاغ 52 أرحب بضيفي عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شمان المجالي. سيد شمان مساء الخير وأهلا بك بنشرة أخبار رؤية. ما هي بداية التكلفة الكلية لبرنامج استدامة؟ نعم سيدي، أسعد الله مساءكم. كما تعلمون أصدر دولة رئيس الوزراء هذا اليوم البلاغ رقم 52 والمتعلق بتمديد برنامج استدامة وبرنامج حماية، بالإضافة إلى البنود الأخرى التي وردت في هذا البلاغ، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في نهاية شهر حزيران المقبل. كلفة التمديد كما تفضلت في بداية حديثك 30 مليون دينار، منهن 20 مليون دينار مخصصة من الحكومة، ومنهن 10 ملايين تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتخصيصها. نعم بس أستاذ شمان، يعني التكلفة هي 30 مليون وليست 20 مليون. نعم، هي الإجمالية 30 مليون، لأن الحكومة ستخصص 20 مليون. نعم. وتخصص المؤسسة 50% مما تخصصه الحكومة. نعم. فالتكلفة لمدة التمديد 30 مليون. أما التكلفة الإجمالية لبرنامج استدامة حتى هذا اليوم وصلت مجموع المبالغ المدفوعة 180 مليون، منها 92 مليون دفعتها الحكومة، ومنها 28 مليون من وكالة الإنماء الأمريكية دعم للبرنامج، في حين دفعت مؤسسة الضمان الاجتماعي 60 مليون دينار. نعم، طيب يعني المؤسسات والمنشآت التي ستستفيد من هذا البلاغ وتمديد البرنامج، ما هو عددها؟ المنشآت التي ستستفيد من هذا البرنامج يبلغ عددها ما يقارب 2400 منشأة، وهي ذات المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدل، وعدد العاملين في هذه المنشآت يقارب 41,000 مؤمن عليه. نعم سيد شمان، يعني البلاغ اشترط ألا تقل أجور العاملين في القطاع الخاص يعني الأجور الخاضعة للاقتطاع في شهر كانون الثاني من العام المقبل عن أجورهم خلال هذه السنة. هل ستتضرر رواتب الموظفين في الشركات المستفيدة من تمديد البرنامج؟ سيدي، نحن كما تذكرون في عام 2021 كان هنالك بلاغ أيضا يقضي بعدم جواز تخفيض أجور المؤمن عليهم الخاضعة للضمان في كانون ثاني 21 عنها في كانون ثاني أو في سنة 2020، وذلك حماية لأجور العاملين الخاضعة للاقتطاع، خاصة العاملين الذين معظم أجورهم تعتمد على المعمولات التي يحصلون عليها نتيجة عملهم. نعم. وفي هذا العام نظراً لاستمرار آثار الجائحة على المنشآت، متوقع أن هنالك منشآت قد تنخفض أجور العاملين لديها. نعم. الآن هو يحصل على أجره كما هو، ولكن بالنسبة لأجره الخاضع للاقتطاع حتى لا تتأثر حقوقه التأمينية، هذا البلاغ منع المنشآت أن تخفض أي أجر للمؤمن عليهم في 22 عما هو في 21. أيضا هنالك إضافة جديدة في هذا البلاغ بهذا الشأن، أنه سيتم استثناء بعض المنشآت وبعض العاملين لديها بموجب أسس سوف تصدرها المؤسسة لهذه الغاية. نعم. لأنه عند تطبيق البلاغ السابق لاحظت المؤسسة أن هنالك انخفاض في أجور العاملين ليس سببه كما ذكرت لك عمولة المبيعات، ولكن هنالك موظفين يتم تعيينهم في مواقع معينة
يصرف لهم على أوات نتيجة هذا التعيين. نعم. زال تعيينهم، نقلوا إلى موقع آخر لا يوجد فيه هذه العلاوة، حقيقة سينظر في وضعهم، وبالتالي سيسمح للمنشآت في مثل هذه الحالات وغيرها بتخفيض الأجور. لكن المبدأ العام عدم جواز تخفيض الأجور. نعم، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شمال المجالي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.